تتفقم الأوضاع يوميا، تتفقم الأسعار يوميا، هكا يقول رئيس الجمهورية. والسبب هو الناس هذوما اللي ما عندهمش وطنية، الناس اللي قاعدة تتسبب في الأشياء هذه. الأعداد لكلام رئيس الجمهورية في إطار جواب على سؤالي، ألم يحن الوقت للمرور إلى الفعل الأكسيون؟ هذا نعرفوه، قالوا الرئيس أكثر من مرة. نحكيه عن المضربين وعلى المحتكرين، مناش نحكيه على دول العظمى والعركة عنا مع الدولة أقوى منا. ذو مناس توارسة فيهم السارق وفيهم المحتكر، وكلام الرئيس في نسبة كبيرة مش هو بركة أسباب براو في ارتفاع الأسعار، ولكن مش هذو مبركة معناها أسباب، ولكن هما جزء كبير من المشكل. لم يحن الوقت للمرور إلى الفعل. خمسة لكلام الرئيس محمود. كهو عاد وصلنا تول الدق كما يقولوا في الدربالة، ما عادش عنا وقت نضيعوه. يزي 25 جويلية إلى قديش احنا عنا توا؟ سبع شهور. اش مازال على الانتخابات، على الاستفتاء ساعة قبل وعلى الانتخابات التشريعية، وهذا الكل راهو نجموا نعملوه بمراسيم بمرسوم، نجموا نصلحوا الأوضاع الكل. مازلنا في وضع التقييم، ورئيس الجمهورية إلى حد هذه الساعة مازال يقيم في الأمور. لابد أن نتعداو المرحلة والتنفيذ، لأنه إذا باش نزيدوا أكثر ما في يمنع حسب رأيك الرئيس، خاصة أنه ما نجموش شكوا أنه الرغبة موجودة. الرغبة موجودة، ما في يمنع، فما أغزر. الرغبة موجودة، ولكن اللي كيفية تطبيقها هي التي ليست موجودة. الاستراتيجية الفعلية لتطبيق ما يريده رئيس الجمهورية غير موجودة. بخلاف التوازنات، ولكن صعب الإدارة، خليني أقول، والبيروقراطية اللي موجودة في الإدارة التونسية. مش نحكي على بيروقراطية، هو يهبط مرسوم بتصحيحها لتنفيذ محمود. لتنفيذ هالأشياء ذي نعمل أنا مرسوم مثلا تاع قانون المحتكر أفي كما عملوه يذولي في تزير درنير موكا، منيش غلط، الناس اللي تحتكر في عوض عقوبة بدرق قديش واختية 20 سنة حبس. هذا اللي جابش يخليك تخمم ألف مرة وأنت محتكر الحقيقة. يودي القوانين اللي عنا في حد ذاتها هي في علاقة بالاحتكار، بالاحتكار مش كيف. ايه مش كيف. انه ولكن يلزمك تمشي للعباد هذه وتردحها. اليوم شنو اللي يمنع باش نمشيوها ونردعوها؟ هو انه مع الاسف زاد يلزمنا نقولوا انه فما عباد تعطل عملية الاصلاح من داخل الادارة، واذا نعرفوهم اجا نبداو المشكلة من الاول. احنا شو نحبوا؟ نحبوا نصلحوا. شكون اللي معطلنا اليوم؟ معطلتنا جزء كبير من الادارة التي ما زالت ما خذتش وما حسمتش في امورها، وخايفه وما تعرفش الامور وين ماشيه وما الى ذلك. يدوك رفيقك هاو دوك يلزم نبدا نصلح. مقتنع بكلامك انا اخويا رئيس دوله، اليوم نعمل المرسوم ونعطي لورد الوزير الداخليه، عندنا استعلامات نعرفوا على الاقل 70% من المحتكرين شكون، سينو نسكروا هالدوله ونهبطوا الكراج وقتها وانتهى الموضوع. نعرفوهم شكون المحتكرين، ديسونت على 80% من الدبويات، خلي حاله من الهلع تصير عنده من الناس الكل. سكر 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 يا اخي، استعلامات تونس راهو بن علي قبل معناها كان كي نحكيو في القهوه يعرفنا شنو نقولوا. اليوم انت تعرف شكون المحتكرين، شنو تقول لي فما من اداره؟ اداره شنو معناها؟ وزير الداخليه كي يعطوا مودور نتاع ديسونت في 10 ايام لازم يسكر جودي نامبورت كوا، 1000 مخزن نتاع احتكار، واحنا على باب رمضان وفما كان الاحتكار تو. هذه يصعب، هذه اسمه اداره سنيه. لانه يتغير راهو اغزر، يقول لك اللي يسرق يغلب اللي حاهي. دونك اليوم اخي احنا تتصور انه المخازن هذه ما كانتش معلومه ومعروفه للسلطات الامنيه وحتى مراقبين وزاره التجاره؟ ولكن اليوم بين نهار وليله، بين نهار وليله، علاش نقول لك الاداره؟ لانه بين نهار وليله المعلومات والمعطيات الفويت تخرج، واللي كان حاط المخزن نتاعو لهنا غدوه يمشي يبدلوا في البلاصه الاخرى وما الى ذلك.